برئاسة سعادة النائب عبد النبي سلمان أحمد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عقد المجلس صباح اليوم جلسته العادية السادسة في دور الانعقاد السنوي العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس. وخلال الجلسة ناقش المجلس قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم. وقرر المجلس الموافقة على قرار مجلس الشورى برفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وفي بند تقارير لجان التحقيق تمت مناقشة التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية بشأن الأمن الغذائي في مملكة البحرين، وقرر المجلس الموافقة على توصيات اللجنة وإحالتها إلى الحكومة. وفي بند المشاريع ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تشيلي، وقرر المجلس إحالته إلى مجلس الشورى. احنا اليوم اجتمعنا في جلسة مجلس النواب لمناقشات الاتفاقيات الخدمات الجوية مع جمهورية تشيلي. لا شك أن هذه الاتفاقية راح تفتح أيضا أسواق جديدة للنقلات الوطنية في كل البلدين، خاصة وأنها هي تتطرق إلى الأسواق في أمريكا اللاتينية وأمريكا الجنوبية، وهي أسواق جديدة بالنسبة لنا. الاتفاقية أيضا تكون مفتوحة، فبالتالي يعني لا توجد قيود على حريات النقل، وأيضا تسمح لنا بالحرية الخامسة وهي الانتقال ليس فقط إلى تشيلي إنما إلى المطارات الأخرى اللي ما أبعد إلى تشيلي. فإحنا عندنا اتفاقات مع البرازيل، عندنا اتفاقات مع المكسيك في نفس المنطقة، وهي أيضا اتفاقات مفتوحة، فبالتالي هناك ما في قيود على السفر ولا في قيود على العدد السعة الاستيعابية ولا أيضا في قيود على الشحن الجوي، فبالتالي إن شاء الله فيها مردود إيجابي على الاقتصاد ينعكس إن شاء الله إيجابيا لما في مصلحة البحرين. تم الموافق على توصيات لجنة الخدمات، توجيهات مجلس الشورى بإلغاء تقاعد، تم إلغاء هذا التقاعد في 2018، واليوم الشورى يتلن بمشروع بإلغاء القانون اللي هو طالبينه، ولجنة الخدمات تم يعني الموافقة عليه وتأييد المشروع.